تانية بالنسبة للرسوس، لا هو الكورس فقط. انا اصلا قبل ما ادخل كل اللي عملته اللهم الا اني شهر كنت بجاز، لان انا متخرج بقالي 20 سنة يعني، فشهر قريت في ليبنكوت ولقيت نفسي تايه فيه، فما لقيت الكورس حجزت الكورس، رميت بقى ليبنكوت كله وكمبليتلي 100% الكورس، ما لمستش اي حاجة تانية بره، ما شفتش اي حاجة، هو الكورس والكورس فقط. وكنت بسمع الحبش يقول لي عليه ده مهم اذاكره، يقول لي ده مش مهم اقلبه على طول، اللي كان بيقول لي كنت بسمع الكلام.